سي ناصر النجاح رئيس فرع كرة السلة بالنادي الرياضي الصفاقسي. قبل كل شيء نحكيه على كرة السلة هذا السيزون، نجمو مش نقولوا ألقاب بالجملة لكل الفروع والأصناف. سي ناصر، والله الحمد لله رب وفقنا باش حرزنا على بطولة بنجامين، بطولة كادير جينيور سينيور، كأس تونس بالنسبة للمينيم أو مينيم بي، وكأس تونس بالنسبة للكادير جينيور. دونك اون تو بور 8 ألقاب الحمد لله ربي وفقنا ربي وخدمنا ولقينا الحمد لله معناتها. تحطنا من سيدي نحكيه انك ممكن حسب الاخبار اللي قاعده توصلنا انك ماكش مش تكون في فرع كره سله العام المقبل، تاكد لنا الاخبار ولا تنفي. لا ناكد لك اللي انا ما عادش موجود على رئيس فرع كره سله مباشره، انا مش نقعد ديما نعاون ونقف وننصح وكل شيء، ان شاء الله اللي باش ياخذ بجميع الامور باش يلقى كاش الناس وقفوا معاه باش تقفوا معاه بالباهي، وكما وقفوا معنا اللي قبل نحن اوبليجي علينا باش نقفوا مع الناس اللي جايين من بعد ونأثروا ونحاولوا نعاونوا بقدر المستطاع معناتها ان شاء الله باش تبقى النادي الرياضي في كرة السلة ولا في العلالي. وهو كذلك حطنا مش نحكيه على البرامج المستقبلية اللي لك انت ممكن نشوفوك في اي نادي الشخصي في خطة ما او في حسب سمعنا في جامعة كرة السلة، تنجم تعطينا صحيح في الشيء هذا. والله بالنسبة لجامعة كرة السلة ولا موجود في المدرسة الشيخ معناها في بوست أخرى مازال حد فيه، ما واضح من السنة القادمة ثم السنة المجيئة ثم إمكانية في الناس كبيرة. ثم إمكانية بأسير أنا موجود على ذمة النادي الرياضي الشخصي وقت الزباين بتاعي في المدينة باش نخدم معاهم، ما عنديش مشكلة وهو كذلك واجب تجاري معناها.